الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال وإلى العلا تعلو الجبال شد الرحال وهيا معنا هات الحقائب هات الحبال في الغابة مشاهدنا الكرام اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سؤال مع الكشاف. اليوم مبلشين عندكم من حي اسمه حي الكورنيش، وفي عندنا بنهر البارد كورنيش، يمكن هذا هو الكورنيش اللي زمان كانوا يتمشوا عليه، ويمكن يكون لا. ممكن نسال هلا بعض الناس اللي ساكنين هون، هل فعلا هذا كان كورنيش او لا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خليك مستريح. يلا ببدأ أستاذ. كل رمضان أنت بخير. وأنت بخير الله يخليك. كيف صيامك؟ الحمد لله. الحمد لله. هاي بقولوا له حي الكورنيش صح؟ نعم. طب ليش؟ يعني كان كورنيش الناس بتتكزر. هلا هذا عشان أساس إنه كزدورة اليوم. آه. وفلا ومرحة وطريق حلو يعني. أيوة عشان هيك. وهلا بطل كورنيش صار مكان سكن وكذا وإلى. أنا بدل كمان في كورنيش بدل مدار سكن. هلا هذا السكن وهذا البنا كلياته قبل ما كان موجود، شو كان في قبل هون؟ كانت أراضي هذه. أها خبرنا يعني أنت. كانت أراضي، كان السياج هذا وكان في يعني مش محلات يا بتقول يعني. بساتين وأراضي يزرعوا فيها زراعية، كل واحد عمله شوي صغيرة. بعدين بلش يمتد. بلش يعني يعمر. يوخ زغير يعمر الجالي ويزع له شوية خضره يستفيد منه. يا سيدي الله يقويك. الله يخليك. معلمي سؤال، من هو أول الرسل إلى الأرض؟ سيدنا محمد. لا نتعرف بالاسم الكريم. كمال محمد واكيل. أهلا وسهلا بالحاج كمال. أهلا بك. أول الرسل وليس خاتم الرسل، سيدنا محمد هو خاتم النبيين بس، ولكن أول الرسل ما في جواب سامي. يلا حنأخذ واحد واحد والأبضاي هو اللي بيرسل. عن إذنك شوي قرب شوي. كل سنة وأنت بخير. أنت بخير نعد عليك إن شاء الله. وعليك يا رب السلام والعافية. بداية خبرنا كيف الحركة كيف الشغل؟ أحوال تعيسة جدا جدا بسبب الغلاء. لحام أنت؟ لحام. وين صارت اللحمة؟ شوف صار كيلو اللحمة ب 27 لازم تباع ب 30,000. بلاش ما نسأل عنها أحسن. أيوه أكيد. يا سيدي الله يفرجها وترجع هيك الأمور شوي. الأوضاع يعني من سيء لأسوأ بداخل المخيم. الله يفرجها. شو بدنا نساوي؟ طيب. الاسم الكريم كامل؟ سامر حمد الجابر. أهلا وسهلا بالأخ سامر. سؤالك عم بيقول من هو أول الرسل إلى الأرض؟ سيدنا إبراهيم. أول الرسل؟ لا. والله هو بدك تسأل وانت بيطلع لك تستعين بصديق. ايه. بمين بتحب نستعين؟ بحب ندق لمين؟ ابو حسين. اي ابو حسين. السؤال عم بقول من هو اول الرسل؟ اول الرسل. لا. بلا اول الرسل. اول الانبياء بنتفق معك. اه. فينا نحول السؤال لحد هلا بنشوف شو. عندك اجابه؟ اقول لك اجابه بلكي طلع، اختار لك واحد من الرسل. اول الرسل. اول الرسل. هو سيدنا ابراهيم. سيدنا نوح. شو؟ سيدنا نوح. بدي جواب نهائي. سيدنا نوح. خلاص؟ ها؟ إجابة 100%. سيدنا نوح هو أول الرسل. الفرق بين الأنبياء والرسل، الأنبياء هو آدم أو الأنبياء. هو آدم أول الأنبياء. بينما أول رسول أتى برسالة هو نوح. طبعا كان من يعني سيدنا ادم وادريس كانوا على الاسلام لحد ما اصبح عباده الاصنام، فبعث الله عليه بعث الله عز وجل سيدنا نوح كاول رسل بالاسلام. الف مبروك لك وكل الشكر. ونعاد عليك ان شاء الله بالخير والبركه. وعليك. مشاهدينا الكرام عن اذنك لو سمحت. ايوه قرب قرب جاي. كل سنه وانت بخير. هلا وانت بخير. نعاد علينا وعليكم يا رب. امين وعليك الصحه والعافيه. شايفك منكوش او نعيما. الله ينعم عليك. يعني جاينا عند حلاق وجاي. خبرني قديش قديش صارت الحلقه شعره داعي؟ هلا عم بحكي له انه بدها تصير ب 5 دولار. 5 دولار؟ 5 دولار يعني بصير تدفع 25,000. 25,000 يا ويلي. قلت له ما عدش احلق خلص. يا بحلقن على قرعه كله ونياله يا الاصل. عندنا مقص طلع اللي مقص فيه للاغصان بمشي الحال. بصير بزيد على الشبهن. طيب عرف على اسم الكريم. بكر مواد. اهلا وسهلا بالسيد بكر.
كيفك بالرياضة؟ يعني مش الرياضة كثير. المحلية مش كثير صراحة. طيب في سؤال متعاون عليه نتقاتل عليه أنا وياك إن شاء الله. نادي محلي يعني من نخيم نهر البارد يلعب بصفوفه رائد الدحل سليمان عبد الكريم محمد القاسم. هلا الدحل ما بعرف في مش عارف كمان شو اسمه بس هو بعرف من بيت الدحل بيلعب بالتنمية ما بعرف إذا التنمية أو لا. لا ما زبط. رائد الدحل هو يعني الآن من اللاعب من اللعب يعني اللاعبين القدامى. أيوة القدامى. يلا مين شو اسم هذا النادي بيلعب بصفوفه سليمان عبد الكريم من الجيل الجديد محمد قاسم من الجيل الجديد يعني رائد الدحل من الجيل مصر أو الناصري بما إنه أسماء ما عندي ما فيها الآن ما عندي أنا. كفي مشاهدينا الكرام بالبرنامج مع مشتركين جداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله مع مين بتحبوا؟ في أنا فؤاد أكبر مع الكبير فؤاد أكبر. لي أشواي قد عمرك؟ 40 سنة. قد عمرك؟ أنا 35. صغر حاله 65 بعرفش كيف. طيب بالمينيموم في 45 يا زلمة. طيب سيد فؤاد أول شيء كمان يعني كيف الحركة خبرنا. الحمد لله. هذا منطقة الكورنيش ليه بقولوا له كورنيش؟ لأنه كان قديم لأنه بالزمانات كانوا يجوا هون يكسدروا يجوا هون لأنه كانت منطقة منطقة شو بقولوا له منطقة راقية أبسط سياحية أيوة كان يجوا يكسدروا هون ويجوا أول ما عملوا والله يا عمي عندنا بالمخيم شغلات حلوة أول ما ظبطوها طيب. وراحت كورنيش. كيفك بالرياضة المحلية؟ يعني هيك تعاوننا احنا شعبويتنا ناح نادي من مخيم نهر البارد يلعب بصفوفه محمد القاسم رائد الدحل سليمان عبد الكريم من هو هذا النادي؟ ناصري؟ لا قربي نجوم نجوم العودة شو انت شو بتقول؟ العودة وانت شو بتقول؟ نجوم جواب نهائي سؤال لك نهائي خلاص خلاص لا تراجع ولا استسلام والله انتوا العماء اني كلمتكم كلمه ابدا حبيبي علي. طيب جوابك صحيح 100% نادي النجوم هو بيلعب بصفوفه مثل الاسماء اللي يعني اللي طرحناها. اول شيء الف مبروك جائزتك تقدمت انس موعد بتحضر البرنامج على طول كيف بدك ومبسوط غير شكل امبارح كان معنا من اهالي عم من الحجات يمكن ستك ايوه ست بحجات الله الله يديم علينا الصحه والعافيه. شاهدنا الكرام كافيين معكم بالبرنامج مع مشترك جديد. السلام عليكم. السلام كيفك؟ الحمد لله. متعرف على اسم الكريم منها. اهلا وسهلا السيد منها معلمي. اول شيء بتشتغل؟ لا ولا قاعد ما بتشتغل. كيف الايام معك عم تمر؟ منيحة. صيامك كيف؟ الحمد لله منيح. الحمد لله منيح. الله يقوي. سؤال خفيف نظيف. أنت من أي قرية بين فلسطين؟ أنت من أي ضيعة؟ من أي ضيعة؟ أنت من وين من فلسطين؟ أنا في هذه فلسطين في أضع عكا. أنت من أضع عكا؟ من أي يعني أساسك من أي ضيعة؟ يعني أضع عكا من وين؟ من أم الفرج؟ من عمقة؟ من عمقة. لكن عمقة قضاها أم الفرج صح؟ ايه. طيب صفورية أي قضاء؟ صفورية؟ أي قضاء؟ شو؟ صفورية أي قضاء؟ يلا ساعدك؟ قضاء الناصرة. شو؟ الناصرة؟ ال؟ علي صوتك. الناصرة؟ الناصرة 100% طلع عليك واحدة بعد. ساعة ساعة قضاء شو؟ عكا. لا سفر. ايش؟ سفر 100% سامعونا زقف لمنهل. جائزتك تقدمت فاعل خير. الف مبروك لك وكل سنه وانت بخير. انت بخير. السلام عليكم. السلام. كيفكم؟ هلا بالادم يا هلا بكم. هلا عليك وعليكم الصحه والعافيه. مع مين بتحبوا نبلش؟ تفضل ان شاء الله. مين هون الزعيم؟ عمر. طيب عمر كل سنة بخير وانت بخير. اول شيء انت بخير ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليك. عليك يا رب بالصحة والعافية. خليك انا شايف عندك احلاء شعر لرجال 4000 ومعدين صاروا 7 على الوضع. والله الاسعار والله على الوضع خيي على الوضع. الغلا كمان دبحكوا. والله هلكنا. الله يفرجها. امين. الله يفرجها. الله يفرجها. عشان هيك انت مطول دقنك. طيب سؤال خفيف نظيف. سؤالك عم بيقول بماذا لقب النبي إبراهيم عليه السلام؟ خليل. لا لقب يعني أبو شيء على إبراهيم الخليل نسبة لأنه
مدفون في مدينة الخليل. آه. بس ولكن في لقب. يلا يا عمر. يلا شاطر تغلي حلقاتك بس. طلعش فيني ما أنت الزعيم. يلا. تتفلح وكذا. آه صلح سعد. نبي إبراهيم بماذا لقب؟ أبو الأنبياء. أبو الأنبياء. أبو الأنبياء. أبو الأنبياء. جواب نهائي. جواب نهائي. خلاص. شوف. صح. أبو الأنبياء. أبو الأنبياء. كله جوابك صحيح. طارق. جوابك صحيح. جوابك صحيح. أبو الأنبياء. ألف مبروك. جائزتك كمان تقدمت من فعل خير. مشاهدينا الكرام بنوصل معكم لتقريبا المشترك الأخير في حلقتنا اليوم. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. كيف صيامك؟ عم بتصومي؟ بتتعبي بالصيام؟ لا ابدا. لا بتتسحري كل يوم؟ اه. طب بصير معك انت اذا شي مره هيك نمتي من دون ما تتسحري بتفيقي عطشاني؟ لا ابدا. طب مش معنى انا بفيق عطشان ومقهور وبصير اقول لاهلي يا عم ليش ما فيقتوني على السحور. طيب نتعرف على الاسم الكريم. شذا زيدان وهبة. اهلا وسهلا بالاميره شذا. كيف معلوماتك عن فلسطين؟ منيحه. منيحه. هلا بنشوف المنيحه. عددي لي الوان العلم الفلسطيني. احمر ابيض اسود اخضر. احمر ابيض. طب تعرفي كل لون لايش برمز؟ يلا. الاحمر للدم. احمر للون الدم يعني دم الشهداء. ايوه. ابيض. ابيض. الابيض لون الابيض لشو؟ للسلام. للسلام. برافو. يلا لون الاخضر. للأرض. لون الأرض. الأرض الخضراء. ضل في عنا الأسود. الأسود بعدين لون واحد. شو فيك تساعدها يعني؟ حزن. الحزن. حزن. مين اللي ساعدك؟ بابا. مقبولة مساعدته. بنسمع زقفة لشذا. كمان سؤال على الطاير. شو عاصمة فلسطين؟ القدس. القدس. برافو عليك. بتعرفي أي سنة النكبة؟ تقولي ليش تخنتها بس انه يلا صايره وصايره النكبه. 1948. برافو عليكي. جائزتك تقدمت محلات الموناليزا. تفضلي. الف مبروك لك وكل رمضان وانت بخير. وانت بخير. شكرا لك. مرقه معك كلمه قمطه. لا والله. قمطه. قمطه. كمان. لا. قمطه. ايش؟ قمطه. لا ما مر على بالي. جديد عليك. طيب شكرا لكم كل سنه وانتم بخير. طب كلمه قمطه. قمطه. اهبل. عدد كثير قمطه. اوكي. طيب بقول لك ذوق. السلام عليكم. مرقه معك كلمه قمطه. 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 ايش قمطه؟ شو يعني؟ ما عرفت هنيش؟ لا. طيب تابعنا بالحلقه بتعرف. مرقه معك كلمه قمطه. قمطه. لا ابدا. قمطه بلا. القمطه اللي هو القمطة اللي بنلف على الراس. هيني قمطة. شو يعني قمطة؟ يعني قمطة يعني قمطة بحطها براس يعني. قمطة. قمطة. ربطوها. ربطة راس أو هاي. مرقة معك كلمة جعجكي. شو هذا؟ جعجكي. جعجكي. شو هاي؟ أقرب للبقجي يعني ما بعرف. شو هي؟ البقجي. لا جعجكي. التاكل. شو طارمة يعني؟ يرفق يا زلمة. لا ما بتاكل. أعرف يرفق معناته بده يكون وسخ ما بعرف. جعجكي. شو هيك بمشي على الحيطان؟ يخافوا منه الناس. صرصور؟ لا قربت من هالحوايج. جعجكي. يلا يا بكر. دودي بزيقة. تابعنا بالحلقة لتعرف شو هي. إن شاء الله. كل سنة وأنت بخير. بالعافية. حبيبي يا بكر. جعجكي. جعلك. لا. جعجكي. مسطل يعني مثل هال. كيفك باللهجة الفلسطينية؟ منيحة. مرقة معك كلمة جعجكي؟ جعجكي إيه. شو يعني جعجكي؟ جعجكي. شو جعجكي؟ جعجكي. مرقة معك عليك. كلمة جعجكي؟ لا جديدة. شو هي؟ جعجكي. شو معناتها يعني؟ شو معناتها يعني؟ لا. مرقة معك كلمة جعجكي؟ جعجكي؟ لا مش مرقة معي. مرقة؟ هذا يعني بكون واحد جعان يعني. لا تابعنا بالحلقة بشوف شو هي. شكرا لك سيدي. أراسي. طيب
كيفك باللهجة الفلسطينية يا أبو الحركات؟ عادي عادي عاد؟ مرقى معك كلمة جعجكة؟ ها؟ مثلا جعجكة؟ جعجكة لا ولا تضحك شو هي هي يعني؟ جعجكة جعجكة هيك شي بيمشي على الحيط شاشبون؟ لا شو عنكبوت؟ لا. شو خيال؟ شو الشعشبون لك؟ ما اتنين نفس الشيء شو هو؟ ما انت بتقول بمشي على جكي اه بيخافوا منه العالم بقرص برغش لا جعجكي بيمشوا على الحيط بخاف منه العالم وبقرص طب يا اخي بيمشوا على الارض كمان تزعلش صرصور؟ لا اذا صرصور ما بقرص كلمة ابو بريد شو الكلمة؟ جعجكي ايش؟ جعجكي شو يعني؟ ابو بريس ضافوا عليه ابو بريس هو جعجكي يا والله ها والله العمان شاطرين العمان بقول لك العمان طب بقى طب ربح تنتين شو انا وانا لا بربح واحدة طيب شكرا لك حبيبي وانت بخير ممنون لك على راسك السلام عليكم الله يقويك مشاهدينا الكرام لهون بنوصل معكم لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج سؤال مع الكشاف شكرا لحسن المتابعة بنشوفكم ان شاء الله غدا في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نتعرف على اسمك كده